بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب السادس والثلاثين، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. وبالأمس قلنا أن وقت ذبح الأضحية يكون بعد الفجر عند الإمام أبو حنيفة، بعد فجر يوم النحر عند الإمام أبو حنيفة، ولكن عند باقي القراء بعد صلاة العيد، بعد الانتهاء من صلاة العيد. وعند الإمام مالك يبدأ وقتها بعد ذبح الإمام، إمام المسلمين، عندما ينتهي من صلاته ويذبح يدخل وقت الذبح لباقي الناس. والشافعية قالوا إن كان في مكان لا يصلى فيه العيد يبقى بقدر وقت بعد شروق الشمس يكفي لصلاة العيد وخطبتين، يعني نص ساعة كده بعد شروق الشمس يذبح وخلاص، يبقى دخل وقتها. هذا أول وقتها. طيب ومتى ينتهي وقتها، نهاية وقتها؟ الشافعية قالوا غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ينتهي وقت الأضحية بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ده رأي الشافعية. والمذهب المقابل للشافعية كالمالكية قالوا يومان بعد يوم النحر، يومان بعد يوم النحر. إذا أراد أن يذبح الأضحية يستحب أن يباشر ذبحها بيده، مش شرط السلخ، الذبح بس، ممكن يترك بعد كده يسلخها أي إنسان، يبقى يسنى أن يباشر ذبحها بيده، وله أن يوكل غيره، له أن يوكل غيره في الذبح وفي التوزيع. والشافعية يجيز توكيل حتى ولو كان كتابيا، لا يشترط الإسلام في الوكيل، يعني ممكن أنا أوكل حتى واحد كتابي يذبح الأضحية بالنيابة عني، كتابي يعني مسيحي ولا يهودي، لأنه يجوز أكل ذبيحته، فهمت بقى؟ لكونه يجوز أكل ذبيحته. أما باقي المذاهب فلا يجيزون توكيل الكتاب في الأضحية لأنها عبادة، والعبادة تفتقر فيها النية للإسلام. وأنا برغم أني شافعي أفضل باقي المذاهب خروجا من الخلاف احتياطا. ويجوز أيضا توكيل المرأة الحائض في ذبح الأضحية، ويجوز توكيل الصبي في ذبح الأضحية، والمرأة أولى من الصبي. فإذا أراد أن يذبح يسن له أن يسمي ويكبر، يقول بسم الله، الله أكبر، اللهم اقبل أضحية آل فلان، وممكن يقول اللهم منك وإليك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 99 بعد 105,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أملحين يعني أبيضين، أبيضين
ففي صفات الايه؟ اقرنين. يبقى الصفات الكاملة في الأضحية أن يكون أبيض اللون وله قرون، أبيض اللون وله قرون، دي أكمل الصفات. ويجوز الأضحية بالأجم، الأجم يعني مخلوق بغير قرن، يجوز. أما مكسور القرن فلا يجوز، لكن اللي بغير قرن خلقة جائز يضحي. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. أو يبقى إيه؟ مباشرة الذبح باليد للمضحي أفضل، وهي سنة. وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني معناه أنه أضجع الأضحية، أضجع الأضحية إن كانت من جنس الغنم أو الضأن، يضجعها على شقها الأيسر. الأفضل أن يضجعها على الشق الأيسر. ليه؟ علشان يتناول الرأس بيده اليسرى والمدية باليمنى ويذبح، فتبقى تنام هي على الشق الأيسر متوجهة للقبلة، ده الأفضل. ويضع رجله على صفحها، يعني على صفحة عنقها، حتى يثبت رأسها أثناء الذبح، فيسهل عليها أن تذبح بغير ألم، بغير ألم. ليه؟ لأن لما بيحط رجله على الصفحة تبص تلاقي مخ الأضحية يلتفت لضغطة القدم فينسى الذبح، وكأنه بيخدرك، ودي من الرحمة. يعني أنت مثلا ما تيجي تدي حقنة لمريض، حقنة سرنجة كده، بتيجي تشكه توجعه، عارف انت لو مسكت لحمه كده بايدك ورحت عامل كده ما يحسش بالشك، لانه بيلتفت المخ الى لمسة الايد الهواء، فهمت ازاي؟ فتروح ماسك كده وحاطط الحقنة، يقول لك يا ايدك خفيفة قوي يا دكتور، ما يحسش بحاجة، فهمت ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يعملها، فكان يضع قدمه على صفحة الأضحية حتى يلتفت مخ الأضحية إلى إيه؟ ضغطة القدم، فيلتفت عن إيه؟ ألم الذبح، ودي من باب الرحمة. كل دي يعني إيه؟ يعني رحمات كثيرة موجودة في السنة حتى بالحيوان صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تعتبر معجزات طبية، لأن ما كانش الناس تعرف حكاية اللي إيه الكاونتر إيريتنت دي، بيسموها في الإنجليزي إيه كاونتر إيريتنت، يعني ايه؟ يعني تلخم المخ باحساس بعيد عن موضع الالم، يسموه كاونتر ايريتنت. يعني ايه؟ يعني احيانا الانسان يبقى عنده الام في ركبته، يقوم يروح للناس العرب، الطب العربي، يروح كويله جنب الركبه، يقوم اما يكويه يقوم يحس بالام الحرق فينسى الم الركبه، يقول لك يا سلام رجلي خفت، بس لسه بتوجعه، بس اللي بيوجعه الحرق بقى. فالايه؟ المخ انشغل بألم الحرق فنسي ألم العظام والمفاصل. ومعروف حكايه الكي ده كعلاج عربي. يقول لك عندي ألم في ظهري، انا بيجي لي حتى مرضى ابص الاقي ايه؟ في كي في اثر ظهري، يقول لي اصل انا كنت مريض ورحت الناس في سينا كوها لي. كاونتر ايريتنت. فهمت ازاي؟ بالانجلش اسمها كاونتر ايرتن. في مراهم تعمل الحكايه دي، يبقى جل عظمك بيوجعك مثلا، تقوم تاخد المرهم تدعكه على الحته اللي بتوجعك، يقوم يعمل حرقان في الجلد ويحمر الجلد، تقوم تحس ان الالم راح لكن الجلد بقى بيحرقك، مع ان الالم ما راحش، ده انت علشان مخك ما يقدرش يستوعب المين في وقت واحد من منطقه واحده، فيقوم يستوعب ايه؟ ينتبه للألم الأشد وينسى الألم الأخف. شفت بقى؟ الموضوع ده ما اكتشفوش طبيا إلا من 150 سنة، والنبي بيعمله في ذبح الأضحية من 1400 سنة. شفت بقى يا سيدي؟ اللي يجي يقول لك أنا كنت بشك النبي ده نبي ولا مش نبي، الواد الخيبان بتاع اللي جاي في التلفزيون ده، وحافظ القرآن، لانه ما حضرش مثل هذه المجالس ولا اتعلم على من علماء، ما اتعلمش على علماء، اتعلم على جهله وهابيه، فما علمهوش صح، ما
عرفوش يعني ايه معجزات نبيه، ما عرفوش ايه خصائص نبيه، ما عرفوش ايه فضائل هذا النبي، ما عرفش حاجة. هم معاه بس يقولوا له النبي مات وكان بشر معتاد، ادي اللي بيقوله له، النبي مات وبشر معتاد، خلاص يبقى ليه حق يشك لانه بشر معتاد. لكن احنا عندنا لا، النبي ليس بشرا معتاد، بل هو سيد الخلق اجمعين، الرحمة للعالمين، الذي يصلي الله عليه والتي الملائكة تصلي عليه لتستمد اسباب وجوده. ولولاه ما كان خلق، ولولاه ما كان قرآن، ولولاه ما كان هداية روح الارواح وسر الاسرار. فازاي نشك فيه؟ احنا لو شك ده احنا نشك في نفسنا وما نشكش فيه، لانه لولاه ما كنا اصلا. فرق كبير بين اعتقادنا في نبينا واعتقادهم في النبي، فهمت ازاي؟ عشان كده ما حدش اللي اتعلم العلم الحقيقي يرتد ابدا ولا يكفر ابدا. هيكفر ازاي؟ ما يعرفش يكفر. والنبي يقول لهم كيف تكفرون وانا فيكم، يعني طول ما انا فيكم مش هتكفروا. لكن هم ما بقاش النبي فيهم، خلاص النبي مات واتدفن. تيجي تكلم النبي يقول لك ما تكلموش، ادي ظهرك ليه وبص للقبلة، ده مات خلاص، مش بيقولوا كده؟ فمات الايمان في قلوبهم، لما موتوا النبي موت الله الايمان في قلوبهم. شفت بقى ده اللي حصل، يعني ووضع رجله على صفاحيها دي، ده انت تعمل فيها بحث طبي ومعجزه من معجزات النبي عجيبه الشكل. يقول لك فين الشفقه بالحيوان وفين مش عارف ليه، ليه ما بتخدروش الحيوانات؟ مش كانوا بيقولوا كده الاوروبيين؟ النبي كان بيخدروا بالكاونتر ايريتنت، كلمهم كده بلغتهم يقوم يفهموا عشان يعرفوا رحمه هذا النبي. ووضع رجله على صفاحهما، يعني على صفحة جانب العنق. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال وسمى وكبر. وده برضو يدلك على دقة الصحابة في وصف هيئة الذبح. يمكن لو واحد فينا كان حضر المسألة دي يمكن ما كانش ياخد باله من حكاية ان النبي وضع رجله على صفحة، كان يعديها. لكن شوف بقى دقة الصحابة في وصف الهيئة، خصوصا ان هذه الهيئة لفتت انتباههم، لانه ما كانوش بيذبحوا يعملوا كده، فلو النبي بيذبح بهيئة مختلفة، فلما ذبح بهيئة مختلفة لفتت انتباه. عارف لو بيذبح زي بقية الناس خلاص هيقول لك ذبح وخلاص، مش هيقول حاجة معينة. لكن ده فوجئ ان النبي بيذبح بهيئة جديدة، فلما لقوا بيذبح بهيئة جديدة وصف كل شيء، رجله بقت فين وايده فين وايده التانية فين واضجع الذبيحة ازاي، كل حاجة بقى، لان النبي له اداب في ذبح الحيوان. فهمت بقى؟ وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. واحنا قرينا قبل كده حديث على فكرة ان الرسول قال فيه ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فكيفية احسان الذبحة هي الطريقة دي، فهمت ازاي؟ يبقى النبي قال احسنوا الذبحة بالقول، ثم لما ذبح احسن الذبحة بالهيئة، فبين بالهيئة ما اجمله بالقول صلى الله عليه وسلم، فنعم المعلم صلى الله عليه وسلم. ويقول بسم الله والله أكبر، يعني في رواية قال بسم الله والله أكبر، دي في رواية، ورواية تانية قال لك إيه وسمى وكبر. وعنه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيد عن عروة بن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يعني ينظر في سواد يعني حوالي عينين سواد حوالين عينيه، هذه معنى ينظر في سواد يعني حول عينيه أسود. ويقف في سواد يعني ايه؟ ايديه ورجليه اللي لمس الارض سوداء. وقال لك كمان يبرك في سواد، يبقى بطنه لونها اسود. فهمت بقى؟ ادي معناه يبرك في سواد وينظر في سواد. فاتي به ليضحي به فقال لها يا عائشه هل ام المديه، يعني اسرعي بالمديه علشان ما يفضلش ايه نايم مده طويله منتظر ذبحه، لان ده لما يطيل المده يبقى ايه عذاب على الايه على الدابه المسكينه. فهمت؟ فقال لها يبقى ايه لا ترح ذبيحتك الا وادوات الذبح موجوده. فهمت ازاي؟ حتى لا تطيل عليها، دي كل دي اداب. هلمي يعني اسرعي، كلمه هلمي دي يعني اسرعي. المديه اللي هي السكين. ثم قال اشحديها يعني حدديها بالمسن. اشحديها يعني ايه؟ خليها حاميه يعني. حدديها بالمسن. كل دي اداب ناخد بالنا منها في الذبح، لابد ان الجزارين يرعوه. قال اشحديها بحجر ففعلت. ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه. يبقى اخذ الالات الاول قبل ان يضجع الكبش، وأعد الآلة على أعلى مستوى تبقى إيه؟ تبقى حامية حادة. كل ده قبل ما يضجع. وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. يبقى ضحى بكبشين، كبش عن أمته وكبش عن آله ونفسه صلى الله عليه وسلم. باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم، يعني اسال الدم. انهر الدم يعني ايه؟ يعني اسال الدم. الا السن والظفراء وسائر العظام. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابي عن عبايه ابن رفاعه ابن رافع ابن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن. مدن جمع مدية أي سكاكين يعني. قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم، يعني أجرى الدم. وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفرة، يعني ليس السن يعني ايه؟ الا السن والظفرة، ليس هنا استثناء يعني. وسأحدثك اما السن يعني العلة بقى ليه السن والظفر منهي عنه. اما السن فعظم، واما الظفر فمدى الحبشة. قال واصبنا نهب ابل وغنم فند منها بعير. ند يعني شرد وهرب. فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. والأوابد جمع آبدة، وهي الدابة إذا توحشت كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، اللي هو العقر. اصنعوا به هكذا يعني إيه العقر؟ إنك أنت تذبحها وتسيل الدم من أي موضع من جسمها في غير المقدور عليه. يبقى المقدور عليه تذبحه وتنحره، ده في المقدور عليه. طب غير المقدور عليه ند وجرى، تعمل ايه؟ تقوم تضربه باي سهم يسيل الدم من اي موضع من جسدي، يسمى عقر. فالعقر من وسائل تزكية الذبيحة اذا كان غير مقدور عليها. يبقى وسائل تزكية الذبيحة ايه؟ النحر والذبح والعقر والصيد. أربع وسائل أو لتزكية الذبيحة. والصيد اتكلمنا عليه قبل كده.
والعقر في غير المقدور عليه. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. لان هم لما اصابوا الغنم والابل دي اصابوها غنيمة، فلما ذبحوها وهم على مشارف المدينة طول ما يعني الغنيمة يجوز ان تأكل منها بقدر الحاجة طول ما انت بعيد عن موضع الاقامة لانك ما زلت في الحرب، اول ما تدخل موضع الاقامة يحرم اكلها ويجب قسمتها، فهمت؟ فلما اكلوها عند ذي الحليفة يبقى في وقت وجبت فيها القسمة، يبقى ايه النبي يعاقبهم عقوبة مالية، فقال لهم اكفئوا القدور ما تاكلوهاش عقوبة مالية، فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لماذا؟ لانهم ذبحوها حيث وجب وقت قسمتها قبل القسمة. فمن هنا استدل الفقهاء على جواز العقوبة المالية. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا. يعني هم كانوا في غزوة من الغزوات ولو استعملوا السيوف بتاعتهم في ذبح الذبائح يجي في الحرب ساعتها، ما يجي حارب ما تساعدوش في الحرب، فهمت ازاي؟ فبيقول للرسول احنا ما عندناش مدية ومش عايزين نذبح في السيوف بتاعتنا علشان السيوف بتاعتنا تبقى يعني ايه تعيننا في الحرب اللي احنا مقبلين عليها، ادي معنى وليس معنا مدى فنذكي بالليط. الليط اللي هو قشر القوس، عارف القوس اما يقشروه كده بيبقى فيه اجزاء منها زي الحامية كده خشب حامي، فده اسمه الليط قشر القوس. وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه، يعني أثخناه جراحا حتى سقط على الأرض، ولا يسمى العقرة. ويبقى النبي أجاز لهم بأن هم يستعملوا أي شيء يسيل الدم من الذبيحة واستثنى فقط ممنوع الظفر وممنوع العظام. واضح؟ الظفر والعظم لا، العظم لأنه يتنجس، واحنا عارفين ان العظم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الاخواننا الجن النبي صلى الله عليه وسلم انه يحمي لهم العظام لانها طعام لهم، فنهى النبي عن الاستنجاء بالعظام وعن تلويس العظام لانها طعام لاخواننا من الجن، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستعمل العظام في المدية، وقال ان السن كالعظمة، فالسن ايضا لا يجوز استعماله في الذبح لانه لا حكم العظام. والظفر سواء ظفر الآدمي متصل أو منفصل يحرم استعماله في الذبح. واضح؟ وعن أبي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. والقصب كل عظم أجوف له مخ، ده اسمه القصب. تجيب العظمه كده ويشقها تلاقيها جوفاء من جوه، يقوم يبتدي ايه يخليها حاده يقوم يذبح بيها. النبي نهى عنها، قال لا العظمه ما ينفعش، لا تستعمل العظمه في الذبح، فهمت؟ لماذا؟ لانه طعام اخواننا من الجن.
فلا يجوز انك انت تنجسه او تلوثه او تقذره، فلا تستعمله في الاستنجاء ولا تستعمله ايضا في الذبح. وعن ابي قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج انه قال: يا رسول الله، ان لاق العدو غدا وليس معنا مدا، وساق الحديث ولم يذكر، فعجل القوم فاغلوا بها القدور فامر بها فكفئت، وذكر سائر القصه. وانتم فهمتوا بقى القصه دلوقتي ليه امر بكفئها؟ عقوبه لهم، لانهم قصد اكلوها، ارادوا ان ياكلوها في وقت وجوب قسمتها، حيث انهم وصلوا الى مشارف المدينه. فهمت؟ باب بيان ما كان من النهي عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث في اول الاسلام، وبيان نسخه واباحته الى متى شاء. كان في اول الاسلام يعني جاء نهي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، نهى الصحابه ان يدخروا من لحوم الاضاحي فوق ثلاث ايام بس، يعني ياكلوها في خلال ثلاث ايام، واللي عنده زياده يدي للناس، ما ياكلش الاضحيه بتاعته بعد الثلاث ايام. كويس؟ ثم جاء بعد ذلك نسخ هذا النهي وقال: كلوا وادخروا ما شئتم. يبقى كان عله النهي عن الادخار عن الاكل فوق ثلاث ليالي، كانت علتها ان جاء ضيوف للمدينه، ناس كتير جم للمدينة، أقبلوا على المدينة في العيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد إن إيه، إن الضيوف دول الذين دفوا على المدينة يعني أقبلوا مسرعين إلى المدينة يجدوا ما يأكلون، فنهى كل أهل المدينة ضحى في هذه السنة أن يدخر فوق ثلاث، ليه؟ حتى يطعم الذين دفوا يعني أقبلوا مسرعين. واضح؟ فجم بعد كده بعد سنه ولا بتاع السنه اللي بعدها برضه ما جالهمش ضيوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كنت نهيتكم عام اول من اجل الدافه، اما الان فكلوا وادخروا كيف شئتم. يبقى كانت العله وجود فقراء. يبقى العله ايه؟ وجود فقراء. يبقى انا رايي ان اهل مصر الان ما يدخروش من الاضحيه فوق ثلاث. ليه؟ لان اهل مصر الان فيهم فقراء كثيرين، لان العله موجوده لحد ما يبقى مجتمع الكفايه والعدل ان شاء الله، نتمناه كده منذ ان ولدنا واحنا بنوعد بهذا المجتمع ولم يتحقق الى الان، فنسال الله ان يحققه قبل ان نموت. طول ما بلدك فيها فقراء يبقى تذبح الاضحيه بتاعتك وما تدخرش فوق ثلاث، طول ما بلدك فيها فقراء. هي دي سنه النبي، لان العله موجوده التي نهى فيها النبي عن الادخار، العله موجوده، وجود فقراء. زال الفقراء يبقى اذبح وكل وادخر كيف شئت، ان شاء الله تقعد تاكل فيها سنه ما تفرقش بقى معاك، لان الناس عندها حاجتها. فهمت بقى؟ ناخد بالنا من الحكايه، لان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. فهمت؟ وعن ابي قال: حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، فبدا بالصلاه قبل الخطبه وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ناكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. سيدنا علي بن ابي طالب افتكر من الحكم على طول. فهمت بقى؟ لانه ما وصلوش ان النبي الغى هذا الحكم. فسيدنا علي وهو امير للمؤمنين في خلافته صلى بالناس وقال لهم ما حدش يدخر من الاضحيه فوق ثلاث، لانه فاهم ان امر النبي لم يلغى، كل بيخبر على حسب معلوماته. وعن ابي قال: حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم صليت مع علي بن ابي طالب قال: فصلى لنا قبل الخطبه ثم خطب الناس فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تاكلوا اللحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تاكلوا.
يعني معناه فتصدقوا. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ياكل احد من لحم اضحيته فوق ثلاثة ايام. برضو سيدنا عبد الله بن عمر كان متصور ان الحكم ايه مستمر، لم يبلغهم ان النبي اباح لهم الاكل بعد ذلك. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد قال ابن ابي عمر حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر لا ياكل لحوم الاضاحي فوق ثلاث وقال ابن ابي عمر بعد ثلاث. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف اهل ابيات من اهل البادية. دف يعني جاءوا مسرعين. دف اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى. حضرة الاضحى يعني وقت الاضحى. حضرة الاضحى يعني وقت الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك اللي هو دسم اللحم والشحم والدهن ده الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت يعني الجماعة التي جاءت مسرعة. الدافة يعني الجماعة التي دفت يعني جاءت مسرعة. فكلوا وادخروا وتصدقوا الان يعني. لان ما فيش حد جال السنة دي يعني. فهمت بقى المسألة؟ ها؟ يعني ان هم كانوا بيدخروها وياخدوا الشحوم بتاعتها شحوم الاضاحي دي ويعملوها عندهم يدخروا منها يطبخوا منها طول السنه. فالنبي كان نهى عن الادخار مش كده فوق ثلاث. فستنا عائشه قالت لهم لا والنبي صلى الله عليه وسلم اباح الادخار خلاص مفيش مشكله. فهمت؟ وعن يحملون منها الودك يعني يدخرون منها. يحملون منها الودك يعني يدخرون من الودك هو دهن وشحم اللحم. دهن وشحم اللحم ها ويحملون منها الودك ويجملون. هي ويجملون انا عندي هنا في الروايه مكتوبه بالحاء. هي يجملون يبقى معناه يسيحوا يعني يسيحوه يعني يعرضوه للنار حتى يسيح ثم يشيلوه يعني يحتفظوا به كالسم. مكتوبه في كلكم عندكم بالجيم ولا بالحاء؟ كله بالجيم؟ عندك انت بالحاء؟ ها؟ بالجيم عندك؟ يبقى في بعض الروايات بالحاء وبعض الروايات بالجيم. على اي حال راجع طيب صحيح مسلم بشرح الامام النووي قايل ايه بالجيم؟ يبقى خلاص يبقى هذا خطا في الروايات اللي ايه ونكتب كده في الهامش ان ايه الاولى يبقى ويجملون. يجملون يعني يسيحون ويصهرون الدهن فيصير سمنا ويحتفظون به يعني يذيبوه. يبقى يجملوه يعني يذيبوه.
يبقى نحط كده علامة ونكتبها. قالك جملت الدم اي اذبته وهو بالجيم. طيب خلاص يبقى ايه؟ نقول كده بالجيم، بالجيم بمعنى الاذابة، بالجيم بمعنى الاذابة. ويبقى اللي معاه طبعة المكنز يدون الصفحة ورقم الحديث والكلمة، عشان بعد ما نختم صحيح مسلم تماما نروح مطبعة المكنز نقول لهم الطبعة الجديدة صححها، تبقى انت خدمتهم برضو في حاجة زي دي. خلاص. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي كلاهما عن ابن جريج عن عطاء جابر حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن فأرخص لنا ثلاث منن لأيام التشريق يعني، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم. ونقف الباب حد نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.